ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية إدارة مباحث حولي تمكنت من القبض على قاتل أخيه طعنا ونحرا. وفي التفاصيل ذكرت الإدارة أن الجريمة وقعت أحداثها في منطقة مبارك العبدالله غرب مشرف فجر اليوم الجمعة، وأفضت إلى مقتل شاب عثر عليه والداه منحورا في ديوانية منزلهما، وأبلغا الأمن حيث توجه إلى موقع الجريمة الأجهزة المختصة لمعاينة الموقع ورفع الأدلة وتحريزها. ينضم إلينا عبر الهاتف العميد عادل الحشاش مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية. سعادة العميد، أولا مساء الخير، هل لك أن تذكر لنا تفاصيل هذه الحادثة وما الجديد حتى الآن؟ نعم، مساك الله بالخير أخو وليد. طبعا جريمة القتل وقعت في الساعات الأولى اليوم من الفجر في ضاحية مبارك العبدالله في غرب مشرف. جريمة فيها من البشاعة مروعة بكلمة تحمل هذه الكلمة من معاني. نوع الإجرام اللي وقعت فيه هذه الجريمة غير مألوفة وغير متعلق عليها المجتمع الكويتي. الجريمة ارتكبت أخو وليد بالقتل، أخذ قتل أخوه، فيها سب وإصرار وترصد. حيثياتها أن القاتل تربص بأخوه، كان راح للديوانية في البيت في غرب مشرف في ضاحية مبارك عبد الله، لقى عنده أصدقائه، طلع مرة ثانية، رجع القهوة في منطقة خيطان، رد مرة ثانية عقب ما تيقن أن الربع طلعوا من الديوانية، دخل عليه وباقته وقام بعملية الطعن بالسكين والنهر. الجاني عمره 25 سنة، القتيل عمره 27 سنة. القاتل عقب ما نفذ جريمته اتجه مباشرة إلى منطقة برية في منطقة عيد عمي، وقام هناك بإحراق السكين وحرق ملابسه كله بالكامل، محاولة منه بإخفاء معالم الجريمة. مباحث حوالي بذلت جهد جدا طيب في عملية البحث والترصد والتحري في هذه المعلومات، إلى أن واجهت القاتل في الأدلة والبراهين وأخر واعترف بإتمام جريمته بالكامل. التحقيقات الأولية أثبتت أن هناك خلافات عائلية واجتماعية ما بين الإخوان بعضهم مع بعض. النقطة اللي بركز عليها أن ترى هناك ما في هناك أي دوافع تنظيمية أو انتماء لأي تنظيم خارجي، وهذه نقطة مهمة جدا. ما في هناك أي انتماء أو دوافع تنظيمية في هذه الناحية. الآن الجاني اللي هو القاتل والقتيل يخضعون للفحص الفني بالإدارة العامة للأدلة الجنائية، وما زالت مباحث حولي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية تتابع مجريات هذه القضية المعروفة كافة ملابساتها في هذا الموضوع. هذا يعني الجريمة اللي سُدّت عنها وزارة الداخلية هذا اليوم كانت لها وقع في المجتمع الكويتي، كونها أنها جريمة ما تآلف عليها المجتمع الكويتي وغريبة في أطباعها ودوافعها وطريقة تنفيذها حتى. الله يحفظ الجميع إن شاء الله من كل سوء ومن كل شر. وزارة الداخلية إن شاء الله ماضية في كشف كافة الأمور المتعلقة في هذه الناحية، لكن هذه هي التفاصيل الكاملة لجريمة القتل. ووزارة الداخلية في وقت قياسي استدلت على القاتل اللي هو الأخ وقدمت. سعادة العميد عادل الحشاش مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات.